حبينا ننتقل إلى موضوع، يعني موضوع له علاقة بالاقتصاد وله علاقة بقوة الناس. موضوع هو كثرة المولات. اليوم العراق يشهد حركة أسواق عجيبة غريبة، المولات ده تنتشر بشكل كلش سريع. أعتقد إحنا اليوم محتاجين بناء سكني أكثر مما محتاجين بناء مولات. على سبيل المثال اليوم العراق يشهد نمو سكاني، يعني من 2007 ولحد هسه احنا 2019 زادت نسمة العراق اكثر من 5 مليون شخص، اي بمعنى اليوم بدينا نتوسع بالكثافة السكانية، لكن ماكو بناء عمودي، مجرد مجمعات باهظة الثمن، حتى المواطن البسيط او حتى فوق البسيط بشوية ما يقدر يقتني له شقة ممكن تكون إلى سند باكر عقبه ولأولاده. هاي نقطة أساسية. النقطة الثانية هذه المولات العائد مالتها راح يروح للأثرياء فقط. شلون؟ صاحب هذا المول أكيد عنده شركاء، والشركاء كلهم عندهم أموال عالية. أنا مو بصدد نفسنا أو بصدد انتقادهم، لكن لو فكرنا أنه اليوم نستفاد من هذه الأموال بمجمعات سكنية ممكن تخدم الناس وبأقل تكاليف، راح نشوف تقل نسبة الإيجارات العالية، البيوت العالية.